القسم الثالث من هذا المتن المبارك. لماذا خلقنا؟ لماذا خلقت؟ عبادة الله. للعبادة. الكل يعرف الإجابة على هذا السؤال. لكن ليست المشكلة في الإجابة عن هذا السؤال، المشكلة في العمل بهذا السؤال. لي بروبليم نمبر اللي فحل الله تيكا وين يعني في نهاية الله سبحانه وتعالى تيكا ما هم قاد سيدنا نمبر اللي فينا بروبليم فاني براتيكينا زي زابر زي. هل أنت تفكر دائما بالعبادة؟ مو فيك نمبر اللي بيرشيت الله نتعلم زي بس كفان فهم إذن. كم ساعة في اليوم تقضيها بالعبادة؟ أول زن تيكا ما بيجا فانتانينا وي أنا أثني عالو نتريا عبنسير زن تيكا ما نمبر الله سبحانه وتعالى. أكثر الأوقات تضيع في الطعام في الشراب في اللعب. رتيك أنا برا ما معلي زد ديا أقام روستون سيكا دلان نمني متني سيكا نم سقاف نم يرو. الآن مثلا في رمضان. على وش أنا برا نمستون رمضان. ماذا تصنع في رمضان؟ إين راح توصيك أمستون رمضان. النهار صائم. أمي أنا روتان سيكا مفيد بابا. والليل قائم. أرم حال سيكا مبابك من الصلاة تراو. طعام قليل. عادت سيكا مهينا راكيل كيلبو. عمل كثير. عادت سيكا منو عصام معهم رمضان. صلاة. سيكا منو صلاة. قراءة قرآن. سيكا منو قرآن. دعاء. سيكا منو عنقاتكم نبوة. اجتماع المسلمين. سيكا مفورس نيارك حتان مبوغة في الإسلام. ترتاح في رمضان. عادت مزار واسفة ترانتيل زم حاشان دي كلمة سيكا من رمضان. بعض الناس يقول أتمنى أن العام يكون كاملا رمضان. أري معرومي بين ذا رمضان تويس مني رومي بعمرتني تونا ريمان تودين رمضانه. لماذا؟ لأن العبد في رمضان مشى فيما خلق له في العبادة. ستين مبارني أنتم زي زمان فانفينا زي زمان يستين مبارني أنتم رمضان أن زنابو بيلو ديا. ما نوري راه زي تريب أن الله سبحانه وتعالى عزالين عطمنا نهاريا أن الله سبحانه وتعالى سحنو إذا توتيك مارا رمضان دي الله سمع انتشاره دي فلسان بارا ميزين بارا بفضل الله لا تسمع يوم من الأيام أن أحد جاء إلى المسجد وانتحم قتل نفسه مثلا عري زابطة نسان زابطة زيوي دي رأينا زانا بوقا في الإسلام وي دي بيزين بولا سنس في الإسلام وفرينا بارا ناندين انترنات المسجد وكو لاسيز نبونتين لكن أين ينتحر الناس؟ فانتنين بيتك وزان عايزا وايتات سيكا وكوزي مبونتين ما عند البحر نسن بول مبونتين أفتونا ني أمرية جلبة أماكن الغنى أماكن اللهو أمي أفتونا ني رومان دي أمبوالنا منو زابطة حرام ريدا لماذا؟ إن زمن عطل زابط زين لأنهم سخروا البدن في غير ما خلق له. تجينا بعدين بعد نزلوا ديا نتون نزلوا زن نزابط زوي سنون عطل زين هذي أن الله سبحانه وتعالى أزيله. إذا أنت خلقت للعبادة. عزينا لغاية. بولا ما نمام زن سنميت كويت سكيوه ديا نهاري أن الله سبحانه وتعالى معهم كويس. تشتغل بغير العبادة يكون التعب والنصب والضنك والضيق والمشاكل. أما سهوا زي في يالات سكزان زي ويتانجنا من هذه أن الله سبحانه وتعالى سكزيا ديا لسنينا أن تني زبوجا ولا سات سي ترانكيل زن سكان فينا سكان لسني زال زن سكان أتن فينا.